السلام عليكم احباب ليونيكسيس جيم. الان في شرح لعبه جديده وتعريض طريقه التحميل وتشغيل لعبه جديده. اليوم سوف يعني نكتشف مع طريقه تحميل فري فاير، لعبه مشهوره جدا في الهواتف. هي تشبه ببجي وتشبه ايضا فورتنايت لمن لا يعرف بطبيعه الحال، فهي لعبه مشهوره جدا ولا اظن انها حتى تحتاج الى ان اشرح طريقه التحميل، فهي متوفره بكثره في اليوتيوب. ولكننا على طريقتنا سوف نقوم بطريقه يعني بالتفاصيل طريقه تحميل اللعبه ويعني الدخول في جهاز الحاسوب. اذا بطبيعة الحال ندخل الى اي متصفح، نكتب فري فاير هكذا تماما كما ترون امامكم، ثم يظهر لنا الموقع الرسمي للعبة وهو هذا، يعني فقط نضغط عليه للدخول. اذا هذا هو الموقع الرسمي للبرنامج الذي يقوم بتشغيل هذه الالعاب. اذا ننزل بالاسفل هنا وهناك العديد من الالعاب ايضا. اذا هنا الفري فاير سوف نضغط على دونلود هكذا للتحميل مباشرة، ونظر مباشرة التحميل، نضغط على بدء التحميل، ننتظر التحميل الآن. إذا بعد تحميل هذا البرنامج الصغير الذي سوف يقوم لنا بتحميل اللعبة، إذا نضغط عليه مباشرة ثم نضغط على انتر هكذا. إذا إذا كنت تريد أن تغير مكان تثبيت هذا البرنامج فتضغط على كستمايز. إذا كنت تريد أن تقوم ببدء تثبيت البرنامج مباشرة تضغط على انستال مثلا هنا. إذا كنت تريد أن تغير المسار تغيره بالضغط هنا وتختار الملف الذي تريد أن تثبت فيه يعني فيه البرنامج كما ترى هنا. نتركها في مكانها ونضغط على انستال ويتم تسطيب البرنامج. من بعد ذلك نضغط على ستارت، ثم بعد ذلك يتم تحميل شيء اسمه تيربو او انجين هنا. ننتظر قليلا بعد. طبيعة الحال في هذا البرنامج يمكنك ان تلعب الببجي ايضا وكول اوف ديوتي والعديد من الالعاب الاخرى الموجودة في هذا البرنامج. كل ما عليك هو الضغط على الصورة، صورة اللعبة التي تريد، ثم الضغط على دونلود أي تحميل. إذا بعد أن يتم تحميل تلك الأشياء، إذا نضغط مباشرة على فري فاير أو أي لعبة تريد أن تقوم بتحميلها. سوف نضغط على فري فاير هنا، ثم بعد ذلك نضغط على دونلود إذا لم تضغط عليها. اذا فهي تطلب 2 جيجا فقط في الرام. اظن ان تحميل اللعبه يبدا الان. هذه مواصفات الجهاز، نكون معنا ننتظر فقط حتى ينتهي التحميل. اذا كما نرى هنا فالتحميل سريع جدا، يعني يبدو يعني لان حجم اللعبه في ليس كبيرا بغض النظر عن حجم فورتنايت التي يصل حجمها الى اكثر من 50 جيجا في الاصدار الخاص بالحاسوب. اذا وصلنا الى نهاية التحميل. الان يتم التثبيت، ننتظر قليلا. اذا يتم الان الدخول على ما اعتقد الى اللعبة مباشرة، يعني تلقائيا دخل. لن ننتظر قليلا، اظن انه يتم الان الدخول. لن يتم الان الدخول لما تدخل هيا لنرى هيا بنا.
إذن إذا كنت تريد أن تلعب في الشاشة الكاملة تضغط هنا، وإذا كنت تريد أن تخرج من اللعبة تضغط هنا. إذن يتم الآن الدخول. يقول isn't responding، نقول له wait. إذا تبدأ الآن بالدخول مباشرة. هيا يا فري فاير. إذا فكما ترون يا أصدقائي يتم الدخول الآن إلى اللعبة. هذه الأمور لا أدري لماذا تظهر هنا. يتم الآن دخول هذه فري فاير كما تبدو في الهاتف تماما. إذا تماما مثل الهاتف، يتم تحميل 5 ميجا بايت أولا في البداية. هذا شيء رائع. وإذا حدث معك خطأ فأنت تغلق اللعبة بالضغط هنا ثم تعيد فتحها من هنا. إذا وإذا كان جهازك ضعيف فيمكنك التعديل على الخيارات كما قامت الشركة بالتحدث عن هذا الموضوع. قالت بتضغط على سجلتين هنا تدخل إلى إنجين وتضع نفس الأمور التي وضعتها هنا الآن. إذا وضعتها نفسها التي نصحونا بها. إذا سأضع هكذا ثم سوف أغلق البرنامج وأعيد فتحه مرة أخرى. إذا سوف نضغط على العلامة لغلق البرنامج ثم سوف نعيد فتحه هنا على سطح المكتب لإعادة فتحه. نضغط عليه دوبل كليك نعيد فتح ثم نضغط وفعل. إذا أصبحت الآن لم يعد فيها اللوك. نضغط هنا التسجيل عبر الفيسبوك إذا هنا تدخل إلى حساب الفيسبوك الخاص بك، تضع هنا البريد الإلكتروني الخاص بفيسبوك الخاص بك، ثم هنا كلمة سر للفيسبوك الخاص بك، ثم تضغط على لوجين. سوف تلاحظ بأن أروباس أو إذا الأروباس لا يشتغل. يعني إذا كان ذاك الأروباس لا يشتغل، يمكنك أن تضع هكذا. ثم كوبي او كنترول اس وتأتي الى هنا تضع كنترول في. هو اذا موجود. اذا قمنا بالدخول ثم نضغط على كونتيني هنا. اذا وهكذا قد دخلنا الى اللعبة. قمنا بالاتصال يعني عبر الفيسبوك، دخلنا الفيسبوك كما ترى هنا الخروج من الفيسبوك. اذا اعزائي كما ترون فانا الان دخلت لحسابي الذي انشأته مسبقا عبر الهاتف. يعني تم الاتصال به بنجاح خاصة بالجرافيك. إذا بالدخول إلى قائمة الباسكس هنا، يعني هنا تجد الجرافيك فهو في مستوى عالي جدا. سأضع مستوى منخفض من الجرافيك هنا، سأضع هذه هنا. هنا تختار اللغة. إذا هناك العربية أيضا متوفرة في هذا البرنامج، يعني أنا سوف أضعها على الإنجليزية. هكذا نضغط على كونفيرم. نلعب مثلا نضغط هنا نجرب ندخل. يتم الدخول الى المباراة. لا يقول لك هنا الانتظار للاعبين اخرين. انتظار للاعبين. نحن الآن في الطائرة.
ولقد نزلنا يا أصحاب، ولقد نزلت في المياه يا إلهي. صراحة لكي نجرب لعبة الببجي في نفس البرنامج، سوف نقوم بما يعني نذهب إلى المكان الذي قمنا بتسطيب اللعبة فيه، وهو تجده في ديسك لوكال، ثم البروغرام فايلز، ثم هذا نتبع هذا الملف، ثم هذا الملف، ثم هذا الملف لكي تأتي إلى هنا. إذا سوف نضغط على جيم هكذا دونالد ماتيس، الساسة السوداء الحقيرة.
انتظر. اذا مباشرة يبدأ هنا تحميل اللعبة. اذا كل ما علينا هو الانتظار الان لانهاية التحميل. اذا بهذا التحميل سوف يبدأ يعني تثبيت اللعبة مباشرة، لكن توقفنا اثناء التثبيت لذلك سوف نعيد مرة اخرى، يعني سوف نضغط على كونتيني هنا كي نكمل عملية التثبيت. بعد ذلك تظهر لنا نافذة جديدة نضغط عليها فيتم الان التثبيت او الدخول. ننتظر فقط، بعد ذلك يتم التثبيت. الآن يتم التثبيت للعبة ببجي. إذن بعد ذلك يتم الدخول مباشرة كما ترون معنا مباشرة هنا. إذن يتم الدخول الآن إلى لعبة الببجي كما ترون، ثم يعطيك هذه الرسالة تضغط OK. إذا يتم الدخول الآن إلى ببجي كما نرى هنا. إذا ننتظر قليلا لينتهي التحميل. إذا يتم الدخول، ننتظر. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.